بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلقد أرسل الله رسله وأنزل عليهم كتبه ليعبد الله وحده لا شريك له، ومن ضمن عبادته سبحانه وتعالى أن يكون الحب في الله والبغض في الله والولاء لله والعداء من أجله سبحانه وتعالى، وأن تقام حبال الإسلام وتهدم أوصال الجاهلية، وأن يتعارف الناس ويتقاربون ويتحابون على طاعة الله، وأن يكون الإكرام لأولياء الله والإهانة لأعداء الله. هكذا، ومن أجل ذلك أرسل الله الرسل، وجعل سبحانه وتعالى من حكمته وعدله، وليبين للناس أن ما أمر به من إقامة الدين هو الذي يجب أن يتواصلوا به، جعل سبحانه وتعالى قرابات لبعض أنبيائه الكرام ورسله العظام عليهم الصلاة والسلام، جعل بعض أقاربهم من غير المؤمنين ليكونوا قدوة لنا في البراءة من المشركين، ولو كانوا من الآباء أو الأبناء أو الإخوان أو العشيرة أو القوم أو أهل الوطن أو من أهل القبيلة أو من غير ذلك من روابط الجاهلية، التي إن قدمت على الدين كانت من روابط الجاهلية، وأما إذا كانت موافقة لطاعة الله سبحانه كان مما يأمر الله بالصلة فيها وزيادة الخير وزيادة التقارب ومزيد النصح والشفقة على من كان له من كان على المؤمن بصلة، من كان يمت للمؤمن بصلة فإنه يراعيها ويأمر بالخير من أجلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، لا أغني عنكم من الله شيئا، عم وخص عليه الصلاة والسلام، ثم قال: غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. جعل الله عز وجل ابن نوح عليه السلام ممن لم يؤمن وظل على كفره، وجعل امرأته كذلك، كما جعل أبا إبراهيم من الكافرين، وجعل عم النبي صلى الله عليه وسلم أبا لهب جعله من الكافرين، وكذا عمه أبا طالب، بل وكذا أباه وأمه عليه الصلاة والسلام. ولا حول ولا قوة إلا بالله، إن المشاعر الإنسانية التي خلقها الله سبحانه وتعالى في القلوب
لا بد أن تتواضع لأمر الله عز وجل وشرعه والمحبة فيه والبغض فيه سبحانه وتعالى. ومهما كان من أمر من يحب الإنسان من أجله أن يهتدي قريبه وصديقه ووليه، إلا أنه إن أبى فليبتعد مع المبتعدين وليكن متبرأ منه لأنه عدو لله. ولتبقى قضية حب الله سبحانه وتعالى في قلب العبد المؤمن تغنيه عن كل حب سواه، وترقق قلبه وتزيل من قلبه الهم والغم والحزن. يقتدي بأنبياء الله سبحانه وتعالى إذا فاته شيء من ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل: يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل: بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. يخبر الله سبحانه وتعالى أنه أغرق أهل الأرض جميعا، ولم يبق إلا أصحاب السفينة التي جرت بهم في موج كالجبال. وهكذا تكون نجاة الإنسان بطاعة الله سبحانه وتعالى واتباع أنبيائه ورسله، وحسن قول من شبه السنة بسفينة نوح، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: السنة كسفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن لم يركب غرق، نعوذ بالله من الهلاك في الفتن. فكما أن الماء كان أمواجا كالجبال، فالفتن التي تموج كموج البحر هي كذلك، بعضها يكون كالجبال. ولا ينجيك إلا طاعة الله واتباع رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. غرق حتى ابن نوح الكافر وامرأته الكافرة، ونسأل الله العافية. قال سبحانه وتعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، أي توقفي عن المطر. أمر الله عز وجل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. السماء والأرض مطيعة لله سبحانه وتعالى. أنت ترى هذه الأرض وما فيها من ماء، وما في باطنها كذلك، لا يراه الناس ويعلمون وجوده. لو أمر الله سبحانه وتعالى هذه الأرض أن تخرج ماءها وأن تخرج ما في باطنها لفعلت، فهي والسماوات والأرض قالتا أتينا طائعين. قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، فاستجابت السماوات والأرض وتوقف المطر. كما ترى الكون الآن ساكنا لا ينبع
من الأرض ينابيع تغرق الناس، ولا ينزل من السماء مطر يغرقهم كذلك، وإن كانت تأتي لحظات يذكر الله عز وجل الناس بقدرته عليهم وأنهم لا يملكون أرضا ولا سماء، حين تأتيهم بعض أمثلة لدقائق معدودة تذكرهم بأن الأمر لله، عاد الأمر بعد 40 فيما ذكروا أو أكثر أو أقل، نحن لا نعبأ بكم بقيت السفينة سابحة في الأمواج وكم بقي الماء على وجه الأرض، ولكن قد قضى الله سبحانه وتعالى بهلاك سائر الكائنات من على وجه الأرض كلها إلا من كان على ظهر السفينة مع نوح عليه السلام. وقد يسأل سائل: فلماذا هلك الأقوام الآخرون في الأرض رغم أن نوحا أرسل إلى قومه؟ ولقد أخبر الله عز وجل أنه لا يعذب أحدا حتى يبعث رسولا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما فضل به على الأنبياء: وكان النبي يرسل إلى يبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. فالجواب عن ذلك أن دعوة التوحيد دعوة واحدة، دعوة كل الرسل، ولذا من وصلته دعوة التوحيد عن طريق أي رسول من الرسل ولو كان لقوم آخرين لزمته هذه الدعوة. وأما الشريعة فهي التي تلزم من أرسل إليهم، ولا يقبل منهم التزام بغير الشرع الذي جاءه بهم رسولهم، ولكن إذا أبى الإنسان أن يوحد الله سبحانه وتعالى وقد بلغته دعوة رسول من الرسل فإنه لا يقبل له عذر. وإن أتى بالتوحيد ولم يرسل إليه رسول لم تلزمه الشريعة التي أرسل بها الرسل الآخرون إلى أقوامهم، كمشركي قريش قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، لم يرسل إليهم رسول خاص بهم، كما قال عز وجل: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم. وقال سبحانه وتعالى: وما جاءهم قبلك من نذير. والله سبحانه وتعالى أخبر كذلك بهلاكهم وأنهم ماتوا على الإشراك، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أيضا، فقال للرجل الذي سأله: أين أبي؟ قال: في النار. ثم لما ولى دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار. وهذا الحديث متفق على صحته، وروى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن أن يزور ربه قبر أمه فأذن الله عز وجل له، ثم استأذنه أن يستغفر لها فلم يأذن له، فأخذته صلى الله عليه وآله وسلم الرحمة التي تأخذ الولد على أمه، فبكى وأبكى أصحابه رضي الله تعالى عنهم، ثم أمرهم بزيارة القبور. ومر صلى الله عليه وآله وسلم وهو بالمدينة على بغلة له، فحادت البغلة حتى كادت أن تلقيه، فزعت البغلة فجأة، فنظر عليه الصلاة والسلام فإذا بأقبر ستة، أربعة أو خمسة أو ستة، فسأل: متى هلك أولئك؟ فقالوا: في الإشراك. فقال: إن هؤلاء يعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والأدلة على ذلك كثيرة، ومنها أن أبا طالب لما أراد أن يخبر أنه يموت على الشرك دون الإسلام قال عن نفسه: هو على ملة عبد المطلب. عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأراد أن يخبر أنه على عبادة الأوثان كما كان عبد المطلب على هذه الملة. وقال له عبد الله ابن أمية وأبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب. فدل ذلك على أن من بلغته دعوة التوحيد
عن طريق أي رسول من الرسل، وكان هؤلاء المشركون قد بلغتهم دعوة التوحيد، بقايا الحنيفية ملة إبراهيم، وكذا دعوة موسى ودعوة عيسى، فهي لم تزل دليلا على توحيد الله عز وجل. من بلغته دعوة التوحيد فأبى فهو من المعذبين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. والله سبحانه وتعالى جعل من كذب رسولا من الرسل مكذبا لجميع الرسل، وهو سبحانه وتعالى قد قال عن قوم نوح وهو أول رسول إلى أهل الأرض، قال كذبت قوم نوح المرسلين، وذلك أن تكذيبهم لنوح تكذيب لجميع الرسل، وكذا تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم تكذيب لموسى وتكذيب لعيسى وتكذيب لإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. فلا يصح انتساب أحد للأنبياء إلا بأن يؤمن بهم جميعا ويصدقهم جميعا ويتبع الشريعة التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا. ومن أجل ذلك نقول أن الله عز وجل أهلك أهل الأرض في زمن نوح عليه السلام، وذلك لأن الدعوة بقيت 1000 سنة إلا 50 عاما، وانتشرت في آفاق الأرض، والناس كانوا في ذلك الوقت قلة، فبين آدم ونوح عليه السلام 10 قرون، وكلهم كانوا على التوحيد، فقد بلغت دعوة التوحيد الأقوام الآخرين وذكروا، وبلغتهم دعوة نوح عليه السلام. وكان قوم نوح تلزمهم الشريعة التي جاء بها، وتلزمهم في المقام الأول عقيدة الإيمان بالله وتوحيده سبحانه وتعالى. فلما أبوا أن يلتزموا توحيد الله وتركوا الشريعة أهلكهم الله، وأهلك كل من سمع بدعوة التوحيد. ولذا كان المشركون قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من أهل الكتاب معذبون، كما في الحديث الصحيح أن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا غبر من أهل الكتاب، إلا بقايا قليلة من أهل الكتاب الذين بقوا على التوحيد، وأما بقيتهم ممن قال اتخذ الله ولدا، أو قال عزير ابن الله، أو قال المسيح ابن الله، أو اتخذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، فهؤلاء جميعا كلهم مشركون، لأنهم يقرؤون في كتبهم أن الرب إلهنا رب واحد، رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأن هذه هي أول الوصايا التي أوصى بها الله سبحانه وتعالى أنبياءه، وأوصى الأنبياء بها أقوامهم، ومع ذلك آثروا الشرك واتباع عبادة الأوثان والغلو في الصالحين والملائكة والأنبياء، وأدى ذلك إلى أن كانوا مشركين. لم يرحم إلا القلة الباقية من أهل الكتاب على توحيد الله، غبر بقايا أهل الكتاب. ثم أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم ليعلي كلمة التوحيد وينشر لا إله إلا الله في مشارق الأرض ومغاربها، وقد فعل سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وغيض الماء أي نقص الماء، أنقصه الله بالتدريج حتى استقرت سفينة نوح عليه السلام على جبل الجدي، وغيض الماء وقضي الأمر. اسمع إلى هذا الاختصار العجيب، وقضي الأمر، هذه مدة طويلة وقعت فيها هذه الأحداث. قال الله عز وجل: وقضي الأمر. ما أضعف الإنسان، وإن كان متكبرا متجبرا، ظل قوم نوح 1000 سنة إلا 50 عاما ينازعون ويتكبرون، يسخرون ويمكرون، يعلون في الأرض بغير الحق، ويفسدون فيها ويشركون بالله. وفي لحظات وفي جملة مختصرة
قضي الأمر، أمر الله عز وجل أن يهلكوا فهلكوا. وهكذا يهلك الله عز وجل المتكبرين من سائر الأمم. وقوم نوح أسوة المفسدين في الأرض، المشركين المتكبرين في كل زمان. وقضي الأمر واستوت على الجودي، استوت السفينة على جبل الجودي، وأين هو لا ندري والله أعلى وأعلم. وهل بقيت السفينة إلى زماننا هذا؟ يذكر ذلك عن بعض السلف، وتذكر أبحاث معاصرة، وهذا أمر لا يضرنا جهله، أين هي الآن تلك السفينة، وهل هذه الأبحاث الجغرافية والتاريخية صحيحة أم لا، الله عز وجل أعلم. يكفي أنها آية في كتاب الله، جعلها الله آية للناس، إذ يذكرهم كيف نجاهم، كيف نجى آباءهم، وكيف حملهم في الفلك المشحون المملوء بأنواع الخلق المختلفة. وانبرى كثير ممن ينقل عن أهل الكتاب، وانشغل أهل الكتاب بكيف كان رسو السفينة، وما الذي أعلم نوح بانقطاع المطر، فيذكرون قصة الغراب وأنه سقط على الجيفة، فدعا عليه نوح أن يظل مكروها في الناس، وأنها ذهبت الحمامة، أرسل الحمامة لتعرف، فعادت بغصن زيتون في رجليها، فكان ذلك علامة استقرار السلام في الأرض. ومن هنا كان شعار السلام عند القوم غصن الزيتون، وهذا من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب، ولا حاجة لنا بها، ولا نرفعها شعارا، لأننا لم نخبر بها في الكتاب ولا في السنة، ولكنهم كعادتهم يفعلون ذلك ويهتمون به كثيرا. لكن قال الله عز وجل: وقضي الأمر واستوت على الجودي. ثم تأمل ما هو المهم في القضية: وقيل بعدا للقوم الظالمين. نودي بأمر الله عز وجل أن بعد للقوم الظالمين، إن البعد هو العقوبة الأساسية التي يعاقب بها كل ظالم. البعد عن الله سبحانه سبب العذاب، سبب الشقاء. إن جهنم إنما صارت عذابا لأنها أبعد شيء عن الله عز وجل، ولأن من فيها مبعدون عن الله سبحانه وتعالى. وكلما ابتعد المخلوق عن الله كلما شقي، وكلما أتته أنواع البلايا والعذاب وأنواع الآلام المختلفة. ولذا عذب الكفار بأن جعل كتابهم في سجين، في أسفل سافلين، في الأرض السفلى. والقرب من الله عز وجل سبب سعادة الإنسان. ولذا كان السؤال للفردوس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وسقفه عرش الرحمن. كلما اقترب الإنسان من الله كلما ولد السعادة. لو أن الدنيا فيها ما في الجنة من أنواع النعيم، لكن دون قرب من الله لكانت عذابا. وهكذا أنت ترى والله هذا الأمر في من يؤتيهم الله عز وجل من أصناف النعيم الدنيوي، من أصناف الأموال والجنات، ومن أصناف الملك والرياسة، ومن أصناف الجاه والشهرة، ومن أصناف النساء والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، والخيل المسومة والأنعام والحرث، ومن أصناف الأولاد والأهلين والأصحاب. ومع ذلك تجد الإنسان شقيا تعيسا، لا يجد لذة، لأن روحه ابتعدت عن الله سبحانه وتعالى. ولولا ما في الدنيا من عبادة الله لكانت كلها عذابا، لأن عبادة الله تقرب الإنسان بروحه من الله. ولتتذكر أننا كنا في الجنة في صلب أبينا آدم، ثم لما كانت المعصية أهبطنا إلى الأرض وأبعدنا، فحصل في الأرض الشقاء، كما قال عز وجل لآدم:
فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فلما كان البعد بالأبدان ولا يمكن أن يزول هذا البعد بالبدن عن عامة الناس في الأرض إلا بعد موتهم وقيامة القيامة ودخول أهل الجنة الجنة، جعل الله سبحانه وتعالى بديلا عن هذا القرب بالأبدان، جعل لهم القرب بالأرواح، أن يتقربوا إلى الله. ولذلك كانت القربات تسمى قربات لأنها تقرب الإنسان إلى الله فيسعد. وكما ذكرنا هذا هو سر سعادة أهل الجنة قبل نعيمهم بالولدان المخلدين، وقبل نعيمهم بالحور العين، وقبل نعيمهم بثياب الذهب والفضة ومساكن اللؤلؤ والزبرجد، وقبل نعيمهم بأنواع النعيم في الجنة. إنما نعموا، إنما وجدوا اللذة والسرور والفرحة بالقرب من الله سبحانه وتعالى وزوال البعد. والله عز وجل خص أنبياءه وأولياءه في هذه الدنيا بالقرب منه سبحانه، وجعل نبيه صلى الله عليه وسلم بالمحل الأعلى فقربه في المعراج وظهر إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي حلت له شفاعتي يوم القيامة، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو. فقال عليه الصلاة والسلام عن الوسيلة التي أصل معناها القربة أنها أقرب منزلة تنبغي لعبد واحد فقط يرجو عليه الصلاة والسلام أن يكون هو ذلك العبد، وهو الظاهر. ونسأل الله أن يؤتيه الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه المقام المحمود الذي وعده على ما دعا أمته إلى الخير وعلى ما أقام حجج الله عز وجل على عباده صلى الله عليه وسلم. فالقرب من الله سبب السعادة، والبعد عنه بالمعاصي والذنوب أو بالبدع والنفاق أو بالشرك والكفر، كل ذلك يبعد الإنسان عن الله فيجعله عرضة لآفات العذاب، عرضة لأنواع الشقاء، عرضة لأنواع الهموم والغموم. إن النفوس والقلوب لا تطمئن ولا تستريح إلا بالقرب من الله. لذا كان البعد عقاب الظالمين، هذا ينالهم بسبب البعد، العذاب الحسي بسبب البعد عن الله بعدا للقوم الظالمين. فإياك والبعد عن الله سبحانه وتعالى، احذر أن تفقد لذة الدنيا بالقرب من الله. هذه اللذة إنما تحصل لمن أحب الله واشتاق إليه ورجى رحمته وخاف عذابه وشعر أنه بين يديه، وهذا أمر والله محسوس تحسه النفوس حين يستشعر الإنسان كأنه ينظر إلى عرش ربه بارزا، وكأنه ينظر إلى أهل الجنة يتنعمون فيها وإلى أهل النار يتضاغون فيها، حين يستشعر كأنه يسمع كلام الله عز وجل يأمر ملائكته ويسألهم عن عباده وترفع إليه أعمال العباد ويقبل الله منها ما يشاء ويأمر بالأمر فينزل نافذا كما أمر، يميت ويحيي، يسعد ويشقي، يعز ويذل، يشهد الأمور كلها من عنده عز وجل فيكون قريبا. يستحضر أن الله يسأل ملائكته عن عباده المؤمنين فيقول: كيف وجدتم عبادي؟ كل يوم مرتين في صلاة الصبح وصلاة العصر حين تصعد الملائكة فيسألهم ربهم: كيف وجدتم عبادي؟ فيقولون: وجدناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. ويسألهم سبحانه وتعالى عن مجالس الذكر الذين تحفهم الملائكة ويسألون الله الجنة ويعودون به من النار، ويسألوهم لم يروا الجنة ولم يروا النار، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم وهو قد قالوا: أتيناك من عند عباد لك في الأرض، يسبحونك ويحمدونك ويهللونك ويمددونك ويكبرونك
فيقول وهل رأوني؟ فيقول لا، فيقولون لا يا ربي لم يروك. قال فيقول وكيف لو رأوني؟ قالوا كانوا أشد لك تسبيحا وتحميدا وتكبيرا وتهليلا. فيقول لماذا يسألونني؟ فيقولون يسألونك الجنة. فيقول وهل رأوها؟ فيقول لا، فيقولون لا يا ربي لم يروها. فيقول كيف لو رأوها؟ فيقولون كانوا أشد لها طلبا. قال ومما يستعيذونني؟ قال يستعيذون بك من النار. فقال وهل رأوها؟ قالوا لا يا ربي لم يروها. قال كيف لو رأوها؟ قالوا كانوا أشد منها هربا واستعاذة. فيقول الله أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول واحد من الملائكة فيهم فلان عبد خطاء ليس منهم إنما جلس لحاجة، فيقول الله عز وجل وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. كل هذا من آثار القرب من الله، ومن من استحضر ذلك استحضر القرب من الله سبحانه وتعالى، ومن تلا كتابه اقترب من الله، ومن التزم هدي نبيه صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا اقترب من الله. ارتفعت الروح عن حطام الأرض الفاني وهذه الدنيا التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فرفرف القلب عاليا جدا في آفاق متفاوتة يتفاوت البشر فيها أعظم التفاوت. هناك من قلبه حاضر بين يدي ربه، وهناك من قلبه في الحضيض الأسفل غارق في أمواج الفتن، لا يفكر إلا في الشهوات الحقيرة وفي التنافسات الباطلة وفي هذه الأخلاق البهيمية أو الشيطانية التي عليها أكثر أهل الأرض، فهم في عذاب قبل العذاب بعدا للقوم الظالمين. وكلما ظلم الإنسان نفسه بالشرك بالله كلما كان أبعد عن الله، وإذا ظلم نفسه بما دون ذلك من المعاصي كان بقدر بعده، كان بقدر ظلمه لنفسه بعيدا عن الله. وكذا إذا ظلم الآخرين من البشر فالظلم ظلمات يوم القيامة، فالظالم بعيد عن الله. ولو تأملت ما يأتي من قصص الأنبياء بعد ذلك في سورة هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لوجدت أن البعد هو الذي يذكر دائما في ختام عذاب الأقوام المكذبين للرسل. قال عز وجل، قال سبحانه وتعالى ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. فالله عز وجل أبعد ثمود وقال ألا بعدا لعاد قوم هود، فأخبر ببعد عاد وأخبر ببعد ثمود وأخبر ببعد مدين. البعد عن الله سبب العذاب بعدا للقوم الظالمين. إياك والظلم يا عبد الله، فإن الظلم يبعدك عن الله. والله لا تجد قلبك وأنت ظالم، لا تجده يقترب من النعيم الحقيقي في هذه الدنيا المؤدي إلى النعيم الأبدي في الآخرة بالقرب الدائم الذي لا بعد بعده. فأنت في الدنيا تقترب أحيانا وتبتعد أحيانا، تطيع أحيانا وتعصي أحيانا، يزيد إيمانك فتقترب وينقص فتبتعد، وتشعر بذلك لو كان في القلب حياة. وأما إذا كان ميتا فما لجرح بميت إيلام. لذا تجد أكثر الناس في غيبوبة المعاصي وفي سكرتها يعمهون، لا يشعرون بألم المعصية مع أنها والله مؤلمة، ولا يجدون أثر اللعنات. واللعنة البعد عن رحمة الله، الطرد عن رحمة الله، نعوذ بالله. فأما إذا كان القلب حيا فهو يقترب ويبتعد ويشعر بهذا القرب والبعد، ويصرخ إذا ابتعد ويتألم، ويأخذ بصاحبه ويجر نفسه جرا إلى الطاعة ليقترب، ويأخذها قسرا أحيانا، ثم بعد ذلك سوف تذوق لذة القرب. وهكذا فأما في الآخرة فقرب لا بعد بعده، وكلما اقترب ازداد قربا، وكل يوم يقربه الله أكثر إلى ما لا نهاية. فإن الله عز وجل أكبر سبحانه وبحمده، فنسأله عز وجل أن يجيرنا من الظلم، وأن يقربنا منه عز وجل، وأن لا يبعدنا عنه طرفة عين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. نوح عليه السلام لا يزال الأمر فيه ألم بالنسبة له، هلاك ابنه على الكفر، وقد كان يرجو إلى آخر لحظة أن يتوب هذا الابن، كان عنده أمل أن يكون في اللحظة الأخيرة من الناجين. حتى بعد ركوب السفينة وورود الأمواج كالجبال كان يرجو أن يركب الابن معهم وأن لا يكون مع الكافرين. وبعد أن تأكد من غرقه لا يزال في نفسه من هذا الألم. فسبحان الله، كيف يتألم أولياء الله عز وجل وأنبياؤه الكرام ورسله العظام. نوح من أولي العزم من الرسل ولكنه يرد الألم. سبحان الله، هذا الأمر يدفعنا عباد الله إلى أن نعلم حقيقة الدنيا، ولو كانت تساوي عند الله عز وجل شيئا لما آلم فيها نبيا. إن الله عز وجل يكره مساءة المؤمن، فكيف بمساءة الأنبياء، فكيف بمساءة الرسل، وكيف بمساءة أولي العزم من الرسل. وقد وصل الحال كما أخبر الله عن أنبيائه بنبي الله صلى الله عليه وسلم، وصل الحال به إلى أن كاد يهلك نفسه ألما وحزنا وضيقا من عدم إيمانهم. قال عز وجل: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال عز وجل: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وتألم عليه الصلاة والسلام لموت عمه أبي طالب خصوصا، كان يحب إسلامه فأبى أن يسلم. وسبحان الله، هكذا كان موسى عليه السلام رجع إلى قومه غضبان أسفا. كل هذا يدلنا على حقارة الدنيا. الله سبحانه وتعالى جعل أنبياءه يجدون من أنواع الألم والهم والحزن ما جعلهم أسوة في لعباد الله المؤمنين، في الصبر في كل ما يصيبهم، وفي التسليم وفي التفويض وفي الثناء على الله عز وجل، وفي التسليم لحكمته وشهود حكمه عز وجل. ولذا كان هذا الدعاء: نجا نوح عليه السلام ونزل هو والمؤمنون إلى الأرض وعمروها بأنواع العبادات المختلفة، ونوح مستمر على عبادة الله ويدعو ربه ويتضرع إليه: ونادى نوح ربه. فهذا النداء أثناء عبادته، فإنهم بعد نجاتهم كانوا يعبدون الله ويصلون ويجتهدون في الدعاء. ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي. ظل يفكر كثيرا في مصير هذا الابن ويجده قد هلك، مع أنه وعد بنجاة أهله، وإن كان يبدو أنه قد نسي أنه كان مستثنى منهم، إلا من سبق عليه القول منهم كان مستثنى، لم يوعد بنجاة الجميع. قال: وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. فكان هناك من سبق عليه القول، فقد سبق القول بكفره، ولكن الله عز وجل جعل الأنبياء يجري عليهم ما يجري على البشر من النسيان والذهول عن بعض الأشياء والغفلة، أحيانا يذكرهم الله. وكما ذكرنا عندهم من الرحمة ما يحبه الله عز وجل، وإن كان أحيانا يكون في غير موضعه، يثني الله عز وجل عليهم بما في قلوبهم من الشفقة والرحمة على الخلق عموما، ولكن يوجهها، يأمرهم أن تكون في مواضعها. قال: وإن وعدك الحق، يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته فليس شكا في وعده، وهو لا يخلف الميعاد سبحانه. ونوح عليه السلام لا يتردد في ذلك ولا يظن أن الأمر تم بغير حكمة، بل يقول: وأنت أحكم الحاكمين. هذا الثناء على الله تأديب لنا فيما ندعو به ربنا ونثني عليه في الدعاء، ونشهد حكمته وحكمه، ونشهد صدق وعده عز وجل،
وأنه سبحانه لا يخلف الميعاد، وأنه سبحانه وتعالى حكم عدل. يثني على الله ولم يزد على ذلك، لم يقل يا ربي فكيف هلك، لم يقل يا ربي لماذا غرق من مع الغارقين، لم يقل يا ربي أحيه واجعله يؤمن وخذ ما يمكن أن تتصور من خواطر يمكن أن تكون وراء ذلك، لكنه لم يزد على هذه الألفاظ وهذا الدعاء المليء بالثناء على الله عز وجل. قال سبحانه: قال يا نوح إنه ليس من أهلك، ليس من أهلك الذين وعدتك بإنجائهم، ولكنه أطلق سبحانه وتعالى الكلام بمعنى أنه ليس من أهلك، كأنه جدير بأن لا يكون من أهلك أصلا. وظن البعض أنه ليس ابنا له في حقيقة الأمر، وأن خيانة امرأته كانت خيانة زوجية، وهذا من أباطيل أهل الكتاب، فإنه ابنه بنص القرآن، ولكن ليس من الأهل الذين وعد بإنجائهم، وإنما الأولياء والأهل، وأصل كلمة الأهل والآل الأقرباء القرب، فلما ابتعد بالعقيدة صار قرب النسب لا يكفي في القرب، كان بعد الاعتقاد، كان بعد الكفر والظلم كفيلا بأن يذهب أثر قرب القرابة قرب النسب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وقال: لا يأتي الناس بالأعمال وتأتوني بالأنساب، وهذا أمر ظاهر. فلو قارنت مثلا بين بعد النجوم عن الأرض، وهناك اقتراب مثلا، شيء اقترب من النجم أمتارا قليلة، شيء ارتفع مثلا إلى جهة أحد النجوم ولو كيلو مترا في السماء، فهل يعد هذا قربا بالنسبة إلى البعد الهائل بين الأرض وبين النجم؟ لا يعد شيئا، ولا يقال عنه اقترب أصلا، فكأنه لا شيء. ولذا قال إنه ليس من أهلك، فهو في الحقيقة من نسبه، ولكن لا قرب بهذا النسب مع بعد الكفر والظلم. ولذا قال عز وجل: إنه عمل غير صالح، وفي القراءة الأخرى: إنه عمل غير صالح. إن عمله عمل غير صالح، حتى صار الولد نفسه كأنه عمل غير صالح، هو قد عمل عملا غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. وهو لم يسأل، وإنما تكلم بما قد يفهم منه السؤال: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. من يسأل الله ما ليس له به علم هو من الجاهلين، الذي يعترض على حكم الله سبحانه وبحمده، والذي يظن أنه بغير حكمة أو بغير عدل أو في غير موضعه، هو والعياذ بالله من الجاهلين. بادر نوح إلى التوبة والاعتراف بالخطأ، قال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ربنا إنا نعوذ بك أن نسألك ما ليس لنا به علم، وإلا تغفر لنا وترحمنا نكن من الخاسرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمن المسلمين في أوطانهم. اللهم أصلحنا جميعا برحمتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم احفظ دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم وأوطانهم، واغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، ومكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا واسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك رهابين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. تقبل توبتنا واغسل حوبتنا،
وثبت حجتنا وأجب دعوتنا وأهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا وأسلس خوائم صدورنا. اللهم إنا نسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، نسألك القصد في الفقر والغنى، نسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.